التحدي قومي دافع عن رأيك والكل سامع، قلنا الأضرار وطبعا قلنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل قلنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي، ايه تحدي. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من التحدي. لحد النهاردة هنناقش موضوع من المواضيع الهامة جدا، تحويل الشقق السكنية او الوحدات السكنية الى محلات تجارية. يعني حضرتك تتخيل تبقى موجود في عمارة سكنية تكتشف ان الدور الارضي يتم تحويله الى محلات تجارية، هل هذا نوع من انواع الفوضى؟ هل هذا نوع من انواع مخالفة القانون ام انه متفق مع صحيح القانون وهناك نوع من انواع التقنين او اعادة تقنين لهذه المحلات؟ في ناس كتير متضررة من هذا الامر في كلتا الاحوال، يعني اصحاب يعني سكان العمارات بيتضرروا من الوحدات السكنية اللي بيتم تحويلها لمحلات، وايضا اصحاب المحلات التي تم تحويلها من وحدات سكنية الى محلات متضررين، لان بيقولوا ان احنا معرضين كل يوم والتاني الى مشاكل كثيرة مع اجهزة الاحياء واجهزة المدن. موضوع بلا شك من المواضيع الهامة جدا بتهم قطاع عريض من المجتمع. سعدنا وشرفنا للحديث حول هذا الموضوع الاستاذ ياسين عبد المنعم المستشار القانوني والمحامي. اهلا بك يا استاذ ياسين، شرفنا والله. معايا على الجانب الاخر الاستاذ هشام عبد الحليم سليمان صاحب شركه عقارات ومستثمر عقاري. اهلا بيك يا استاذ هشام، شرفنا. تسمح لي يا استاذ هشام ابدا مع الاستاذ ياسين. تفضل يا استاذ ياسين، تعليق حضرتك على الوحدات السكنيه التي يتم تحويلها الى محلات تجاريه. لا شك عايزين زي ما حضرتك ما ذكرت في مقدمتك ان المحلات او تحويل الوحدات السكنيه لمحلات تجاريه اصبحت مساله بتؤرق كل سكان مدينه 6 اكتوبر، سواء كان الساكن. انا مش بتكلم عن 6 اكتوبر، انا بتكلم عن مصر كلها. على مصر كلها، يمكن بنخص مدينه 6 اكتوبر كمدينه من المدن الجديده. ما انا ما اقصدش 6 اكتوبر، خلينا بس ما فيش مشكله، احنا على مصر، على مستوى مصر كلها. لا شك طبعا احنا مش بنا 6 اكتوبر بس، مصر كلها بتشوفنا. تمام. فالمشكلة أصبحت فعلا بتؤرق كل سكان، سواء في أكتوبر أو في مصر أو في أي مدينة جديدة. تمام. أو حتى في المناطق اللي هي بتحكمها الوحدات المحلية. تمام. المسألة ما بقتش فقط مخالفة قانون بقدر ما بقت ظاهرة وعشوائية وفوضى زي ما حضرتك ما اتكلمت. يعني حضرتك شايف إن هي ظاهرة وعشوائية؟ أنا معاك إنها ظاهرة وعشوائية، والمشكلة اللي إحنا فيها ان اجهزة الدولة بتتفرج على السكان وبتتفرج على اصحاب الوحدات السكنية اللي تحولت لمحلات تجارية، يعني دون ان تبادر باي حل ايجابي لحل هذه الظاهرة. هرجع لحضرتك تاني طبعا، بس انتقل للاستاذ هشام. يا استاذ هشام، ما تعليق حضرتك على تحويل الوحدات السكنية الى محلات تجارية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر حضرتك لاستضافتي في البرنامج، وبشكر حضرتك على البرنامج القوي اللي حضرتك عامله. التحويل السكني لتجاري كارثة، كارثة بمعنى كلمة كارثة، بمعنى كلمة كارثة بكل مقاييس كلمة كارثة دي. ازاي ان انا اكون شاري شقة سيب 600-700 ألف جنيه، وفاجئ ان انا اتفتح تحتي كافيه او اتفتح تحتي قهوة او اتفتح تحتي مطعم. انا واحد من الناس ممكن مطعم المدخنة بتاعته بتطلع، الاولاد عندي ما بيعرفوش يناموا، كل حاجة فيها بقت نظام فاشل. مدينة زي المدن الجديدة، المدن الجديدة ايه الفرق بينها وبين المدن القديمة يا استاذ سامح؟ النظام. وبعدين فيها فرق مهم جدا لازم ناخد بالنا منه، اللي هو ان الدولة دايما سابقة الناس او سابقة الشعب في المدن الجديدة. المدن القديمة الشعب اللي سابق الدولة، سابقها في ايه بقى؟ في المدن الجديدة الدولة سابقة الشعب من ناحية ايه؟ التنظيم والمخططات والمباني والمرافق. ليه؟ لتكفي المباني واماكن ترفيهية واماكن تجارية وسكنية. في 6 اكتوبر تحديدا، معلش هنديها مثال، خلينا نختص اكتوبر كمثال، كمثال لمدينه جديده. 6 اكتوبر تتخيل ان كان فيها 16 متر بس توسعات من حد جامعه 6 اكتوبر ومن بعد جامعه 6 اكتوبر لغايه النجده. تخيل ان دي كانت حديقه من جامعه 6 اكتوبر للنجده، حدائق ترفيهيه. طيب خلينا عشان طب الناس اللي ما تعرفش 6 اكتوبر، انت بتقول يا باشا انا بتكلم، انا بتكلم دلوقتي المدن الجديده دي ليها مخططات، صح ولا لا؟ طيب تحويل الوحدات السكنيه الى محلات تجاريه، هل ترى هذا الامر كارثه؟ كارثه
كارثه فعلا بمعنى كلمه كارثه. وعندي امثله كتير. عارف ليه كارثه كمان؟ تمام. لان سعر المتر السكن يعمل كام؟ يعمل 3000 جنيه، لما يحوله هو التجاري بقى 30000 جنيه. بقت في ناس شغاله كده سمسره بيزنس. طيب. بقت في سمسره ما يهموش الساكن. طب خلينا بقى نشوف ما يهموش الساكن. اتفضل. تحويل الوحده السكنيه الى محل تجاري هو انا كارثة. مش انا مش عايز بس تؤيد هذه لا 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 اؤيد انها كارثه. مش يعني خلينا نقول كارثه في حالات وبشروط. كارثه لو فعلا انا كساكن وساكن في وحده سكنيه اتفاجئت ان الوحده السكنيه اللي تحتي تم تحويلها لنشاط كافيتيريا او نشاط مطعم او نشاط يهدد الامن. كل الوحدات السكنيه بتتعول كده. انا معاك. كل الوحدات السكنيه لما يبقى النشاط لما طب اديني فرصه اتكلم. ماشي. ما انا بقول لحضرتك انت بتقول لي لا مش كارثه. مش كارثه ازاي؟ انت مش شايفها كارثه من وجهه نظرك. ما انا ما قاطعتكش في كلامك. مش شايفها كارثه ازاي؟ طب انا قلت لحضرتك كارثه في شروط. تمام. انا من وجهه نظري شايفها كارثه في شروط. لكن واحد فاتح المحل تحت، يعني انا هقول لحضرتك تعرضت في حياتي العمليه لناس الوحده السكنيه اللي هم عايشين فيها قدروا ان هم يستغلوها نص سكن يعيش فيها هو وعياله وزوجته، ونص التاني يستغلوا كمحل بقاله. تمام. انا بس سيبنا اكمل بس وجهه النظر. اتفضل اتفضل. هي اصبحت ظاهره، اصبحت ظاهره على مستوى مصر مش على مستوى مدينه 6 اكتوبر. تمام. ان احنا دلوقتي دوله بالمعاناه اللي احنا بنعيشها ديت هنقدر نوجد بديل، وكل واحد هيقدر يوجد لحياته بديل افضل ما انه يروح على شيء يخالف القانون في صوره ارتكاب جرائم مخدرات او غيره. انا معاك. ما انا جاي لحضرتك في الكلام بقى. لو هتديني فرصه بس للحديث اوضح لك ان انت تطمع على مساله هو ده حاجه باطل. معلش لو سمحت. بدافع عن ايه؟ عن باطل. عن باطل. عن باطل اللي حضرتك. اقول لك حضرتك ان باطل اللي حضرتك رفضه ده. بص الباطل اللي حضرتك رفضه ده جاي هنا تتكلم الراجل اللي بيدافع عن باطل قطاع كبير قوي من الملايين. طب اسمح لي. طب خلينا نفهم بقى. طب الراجل عندي احكام، عندي احكام محكمه بتدافع عن الباطل ده اللي حضرتك بتنظر ليه كباطل. هوري لحضرتك حكم محكمه بتحويل 14 وحده سكنيه في 6 اكتوبر لمحلات تجاريه، والحكم دوت اصبح حكم نهائي حضرتك لم يطعن عليه في الاداريه العليا. اقول لك ليه؟ انا اوصلك معلومه. احنا لو هنمشي على الباطل حضرتك بتتكلم عليه. انا بكلمك من وجهه نظر قانونيه. لما تبقى عندي الماده 802 من القانون المدني بتقول المالك الشيء حق التصرف فيه لوحده واستغلاله واستخدامه، ده قانون يا فندم مش بطلان. ما فيش باطل هنا. انت لو تدافع احنا عن دلوقتي انا لا يا فندم ما دافعش عن باطل. ازاي القانون رخص لي في ذلك؟ وقانون 119 سنه 2008 اللي جيب تعديلاته الجديده واللي جيب اتحاد الشاغلين قال لك اعمل اتحاد شاغلين، لدرجه ان هوري حضرتك منشور لرئيس الجهاز لما قلنا له في 6 اكتوبر معلش كمدينه بس جديده. تمام. لما رئيس الجهاز بدأوا يقننوا في الظاهرة ديت في 2012 نشأ في 2010 ل 2012. حضرتك لو بس الكاميرا توضح لنا تقرب بس زوم كده هتلاقي حضرتك تحويل الوحدات السكنية تمام لمحلات تجارية وجدولة التحويل لمدة عامين. احنا ما قابلنا رئيس الجهاز بصفتك كمحامي عن اصحاب الوحدات السكنيه المحاوله التجاريه ديت. تمام. ومش دفاعا عنهم انا هدافع برضك عن المواطن المتضرر وهقول له المساله فيها ايه. تمام. راح حضرتك قنن الموضوع وارسل خطابات لمجموعه من اصحاب الوحدات السكنيه اللي طلبوا بالتحويل، قال لهم هاتوا لي موافقه اتحاد الشغلين. الناس دي عملت موافقه اتحاد الشغلين والسكان وافقوا. بس السكان وافقت لمين؟ وافقت لمحل تجاري اللي هو عباره عن ملابس مثلا عياده كوافير، لكن الانشطه زي المطاعم او الكافيتريات او محل بيع اسماك او غيره وهي انشطه مضره بالبيئه او مقلقه للراحه وغيرها الجهاز نفسه ما كانش بيقننها. انا هستشهد بمجموعه من الخطابات بعتها الجهاز. يمكن هنا الاستاذ علي عبد الله، علي عبد الستار عبد الله، لما الجهاز خاطبه وقال له تعالى هقنن لك الوحده اللي حضرتك بتتكلم ان سعرها بقى ب 30000 جنيه المتر. حضرتك انا بس سيبني اوضح وجهه النظر. انت كده تمام. دخلتنا ليه مدينه 6 اكتوبر؟ انا غير يعني بحديث مدينه 6 اكتوبر يا فندم. يا فندم انا نشرت المنشور اللي انا موجود النهارده. انا عند حضرتك فرصته ان هو يتكلم. ايوه ماشي. لا خد فرصتك بس سيبنا نوضح وجهه النظر كامله للجمهور. ما اصل انت في البنات هتدخل بقى في خطابات ومراسلات لا يعنينا في شيء. لا الخطابات والمراسلات دي يا فندم ما هو جزء من تقنين الظاهره اللي احنا فيها. الظاهره دي احنا كلنا بننظر لها كظاهره عشوائيه على مستوى مصر كلها، مش 6 اكتوبر بس، مش مدينه العبور بس، مش بدر. سؤال واضح، هل ترى تحويل الوحدات السكنيه الى محلات تجاريه ظاهره عشوائيه؟ مش ظاهره. ما انا قلت لحضرتك لو ظاهره عشوائيه هتبقى بشروط يا فندم. لو انا هسيب يا فندم لما تسيبنا اوضح وجهه النظر. لما الجهاز وافق او هيئه المجتمعات العمرانيه وافقت بشروط، كانت الشروط ديت ما عدا
انشطه بعينها زي كافيتيريا، محل اسماك، مطعم، مش عارف كل الانشطه دي ما ينفعش ان انا اوافق على تحويلها. غير هذه الانشطه طبعا. غير هذه الانشطه وافقت بالفعل وخطبت الناس وقالت لهم تعالوا سددوا، فالناس تعثروا قالوا لهم ما نقدرش نسدد 300,000 400,000 مره واحده. حضرتك لا ترى تحويل وحدات سكنيه الى لا اراها كارثه لسبب ولا ترى كارثه لسبب تمام. لسبب الكارثه اللي حضرتك بتتكلم عليها اصبح فيه جمهور كتير جدا بيتعامل معاها، اصبحت بالنسبه له شيء مألوف. اي نعم هو متضرر منها، بس تعالى ابحث كده اكثر تضررا للناس تمام اللي تحت بيته كافيتيريا، اللي تحت بيته مطعم. طب في احكام صدرت في احكام يا فندم، في احكام صدرت في 6 اكتوبر عندنا في حكم واحد صدر صدر تمام؟ بتحويل 14 وحده سكنيه. كلام جميل. طيب يعني يا استاذ هشام كيف لك تتهم الاستاذ ياسين بدفاعه عن الباطل وهناك احكام قضائيه ظهرت والحكم عنوان الحقيقة؟ فما أنت تتهم الأحكام بأنها أحكام باطلة، أنت تتهم من أصدر الحكم بأنه باطل. هو دلوقتي هو دلوقتي اتكلم، أرجوك اديني فرصتي بقى بعد إذن حضرتك، يعني اديني فرصتي أن أنا أوضح الموضوع. أنا ليا صديق في المحلة الكبرى راح اشترى شقة في عمارة معينة يعني، وبعد ما اشترى الشقه دي انا هديك مثال بس الرد على سؤالي، هديك مثال بسيط، هديك مثال بس بسيط. جه تحت العمارة دي وفتح حداد ورشة حداد، ايه رأيك؟ مخالف ليه؟ بقول لك مخالف. هو انت دلوقتي للراحة. انت دلوقتي عديت 3 4 انشطه يا استاذ خالد، يا استاذ ياسين سوري، عديت 3 4 انشطه انك انت 3 4 انشطه دولت الناس بتحولها ايه؟ كل العالم فاصل بين السكني والتجاري. السكني يعني انا رايح ارتاح في بيتي، يعني رايح اقعد انا واسرتي، كل يعني العالم. كل العالم اجهزه المدن عملت وحدات سكنيه جاهزه، كان الجهاز اللي هو بيتكلم عنه جنبه عشوائيات، جنبه بلطجية. اذا كان الجهاز اللي هو بيتكلم عنه جهاز مدينة 6 اكتوبر اللي هو بيتكلم عنه، وراه على طول عشوائيات، وراه الشاب مليون جنيه وفيها باعة جائلين. طب انت شايف الاستاذ ياسين بقى فيها باعة جائلين؟ شايفه انه يؤيد هذا العشوائيات؟ بص يا استاذ سامح، اي مكان في العالم المدن الجديدة انت جاي يا فندم شايفه طبعا انه يؤيد هذا العشوائيات؟ هو بيأيدها كده، هو بيأيدها كده. كون ان انت تروح تحت بيتك وتلاقي محل اتفتح، انت هتعمل ايه؟ ازاي؟ انت هتعمل ايه؟ يعني لو رحت حضرتك بيتك عشان ترتاح بعد ما خلصت شغلك، لقيت تحت بيتك ده في مطعم، في كافيتيريا، في قهوه، اسالك سؤال، في اي حاجه من الحاجات دي، اسالك سؤال واحد، تعمل ايه؟ ولادك سؤال واحد الشباك. شافوا منظر من المناظر اللي بتحصل دول هتبقى انت مرتاح؟ تقول ايه لهيئه المجتمعات اللي باعت وحدات سكنيه للسكن واسفلها محلات يا باشا؟ في حاجه 164 شباب مبارك وغير مناطق كتيره في مصر. في حاجه اسمها، بص يا باشا انا بتاعك، ما هي نفسها حاجه اسمها سكني تجاري، ما هي نفس القضيه. سكني انا عارف ان انا بسكن في تجاري قبل ما اروح، انما سكني انا رايح في شقه سكنيه ادفع ثمنها 400-500,000 جنيه وانت سامع عشان تحتها تفتح كافيتيريا، عشان الشقه دي يطلع الساكن يطلع لنا ضد الكافيتريات ويخالف اي مش اي حاجه يا باشا، المطعم المطعم المطعم. انا قلت الحاجه الجهاز 14 الهيئه نزلت 14 نشاط قالت لك ده المسموح ان انا اغيره لك، وخطبه الناس، واحد عامل استوديو تصوير، ده في ايه المشكله اللي ما فيهوش اقامه انا بقول لحضرتك ولا في اي شيء يضر بالامن بتتكلم عنه؟ المنطقه اللي حواليه منطقه عشوائيات. انا من هنا من خلال برنامج بس الناس متضرره. خلينا نهدا شويه. فاطمة. طب اذا كانت هذه المحلات او هذه الوحدات السكنيه تم الحكم بموجب حكم قضائي نهائي بات، نهائي بات يعني غير قابل للتعرض، ده انا اقول لك مشكله الحكم ده كمان، وقال لك ان هو ما فيش مشكله، جاي هنا حضرتك تقول لا في مشكله؟ هو تطعن على الحكم؟ هو قال كم؟ هل ترى ان الحكم هو باطل؟ هو قال كم حكم؟ نص حكم، ربع حكم. ما هو يا باشا يا في امور، وانت لا يعنيك حكم ولا ايه يا استاذ هشام؟ في امور في الدوله يا استاذ سامح لا يعنيك حكم، تحت الترابيزه في محامين شاطرين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في امور بتمشي الحكم ده في امور بتمشي من تحت الترابيزه. لا لا مش كل الناس يا باشا، يا باشا الحكم ده طالع من تحت الترابيزه يا باشا. هو في ماده يا فندم بتشاف ان الحكم ده طالع من تحت الترابيزه يا استاذ سامح؟ في ماده في القانون بتأيد ان الواحد يفتح حاجه لو سمحت، لو سمحت انا بسالك اهو، انت متشكك في هذا الحكم؟ لان مفيش ماده في القانون بتقول كده، مفيش ماده في القانون بتقول كده يا استاذ يا فندم. في ماده في القانون بتقول ان انا احول السكن التجاري. ده القانون المدني 802 بتقول لك لمالك الشيء وحده
حق الاستغلال والاستخدام والتصرف فيه. هو انت عشان ملك، هو انت عشان ملك، ما هو القانون ده، ده قانون عام. انت عشان ملك الشيء تضرني، مش مساله تضرني واحده 10 12 اسره موجودين. هي الظاهره دي بقى لها قد ايه احنا بنعاني منها؟ بقى لها تقريبا اربع خمس سنين. لا 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 حاسب الثوره. لا لا بعد الثوره يا فندم، الظاهره دي 6 اكتوبر اللي بنعاني فيها من سنه 2000. ثانيه واحده بس، اتفضل. معلش، من سنه 2000 وكنا بنطالب بالتعديل يا فندم. اسمعني، في المدن القديمه. لا لا، في المدن الجديده يا باشا، المدن الجديده انا كنا بنطالب بالتغيير قانون 106 سنه 76 يا استاذ ياسين، لحد ما وصلنا القانون 119 ل 2008. القانون ده هو اللي اباح التغيير وقال لك بشروط، وحطينا شروط، وجه رئيس جهاز اللي هو دلوقتي النائب الوزير، انا بكلمك على شخصيه مسؤوله في الدوله، وطلبت من الناس تعالوا سددوا، وتعالوا سددوا الرسوم. تمام، هو هيسدد 3000 وتحول المتر ل 30000. ما هو ده اللي بيحصل، وعندنا عندنا امثله كتير. ما تقنن الظاهره اقل من ظاهره. بص، اقل من ظاهره اجهزه المدن الجديده على مستوى مصر بتاخد احكام يا استاذ ياسين، بتاخد احكام بفسخ العقود، بس الاحكام بفسخ العقود ديت ثانيه واحده، خلاف انها بتتنفذ. اذا كانت كل اذا كان اللي واخد توكيل وليه اسم، كل كام سنه بتاخد حكم؟ اقول لك يا باشا، اذا كان اللي واخد توكيل ثانيه واحده، توكيل وليه اسم يا فندم، كل سنه كام حكم بيطلع في ظل ما بياخد 3 و4 احكام؟ تمام، بيكون تم تحويل وحدات سكنيه في الثلاث اربع سنين دولت اكتر من 2000 و3000 و10000 على مستوى مصر. فاذا انت بدل ما حضرتك عايز تلغي المساله وتقول لي لا هقفلهم، انت حضرتك مش هتقدر تقفلهم. وياما نزلت حملات من كافه اجهزه المدن الجديده عشان تقفل وتسيب. يبقى المدينه هتتحول لعشوائيات ويبقى زيها زي اي مدينه قديمه. لا لا، ما تقنن الظاهره، هتتحول لعشوائيه. هي الدوله بتاعتنا مش بتعاني نقص في الموارد الماليه. انت كده يا استاذ ياسين بتساعد على ان البلد تكون عشوائيه. مش هن... لا لا مش هنعملها عشوائيه. انت موافق؟ مش هتعملها ازاي؟ مش هنعملها عشوائيه. اذا كان السكن في كل العالم سكن، طب لما يطلع حكم يا فندم من القضاء، لما يطلع حكم من القضاء ويقول لك باطل، ثانيه، لا لا باطل، ده يقول لك قنن حضرتك، ويقول للاجهزه المدن رخصوا لاصحاب الوحدات دي، هتعمل فيها ايه حضرتك؟ ثانيه واحده، ده في عندك كارثه ان الحكم يا فندم بيطلع انت ما بتدفعش حاجه. طب الحكم اللي انا هوريه لحضرتك، بس انا مسود الحكم عشان حفاظا بس على خصوصيه الناس، ولكن هقرا لحضرتك منطوقه. بيقول ايه الحكم ده؟ بيقول لحضرتك ايه في منطوقه كده؟ تعالى نقرا سريعا كده مع الجمهور. تمام، حكمت المحكمه قبل دعوى شك ده في القضاء الاداري بالغاء قرار رفض ترخيص الوحدات السكنيه المملوكه لهما محلات تجاريه مع ما يترتب على ذلك من اثار، والزمت جهه الاداره بان تؤدي للمدعين مبلغ 20000 جنيها تعويضا لهم عن الاضرار الماديه والادبيه عن نحو مبين بالاسباب. يعني المبلغ ده مين اللي دفعه؟ يعني 10000 دفعها الجهاز و10000 دفعتها. طب انا هيتغير يعني المحكمه حضرتك خطوره الحكم ده ايه كمان؟ يعني المحكمه ايه؟ المحكمه رافضه ان يكون الناس متضرره. ما كلام حضرتك بيقول انها هتدفع للمتضررين. متضررين مين يا فندم؟ ده صاحب الحكم هو اللي هياخد 20000، هو اللي هياخد 20000 من الجهاز. تعويض خد فعلا صاحب الحكم، فعلا نفذ الحكم ده وحول وحداته السكنيه ل 14 وحده من محلات وحدات سكنيه محلات تجاريه، وخد 10000 من الجهاز و10000 من الهيئه. طب اقول لك كارثه هذا الحكم ان الهيئه حتى هذه اللحظه، تمام، واصبح هذا الحكم نهائي لانه لم يطعن عليه في الاداريه العليا، وجوز وتم مجازاه كل محامين الجهاز والهيئه في الحكم ده ولا يعترفوا بيه، ولكن تم تقنين الوضع. بص يا استاذ ياسين، الاغرب من ذلك ان صاحب الحكم اللي صدر له الحكم ده هو اللي طعن في الاداريه العليا. طيب، لان مبلغ التعويض بسيط، 7 سنين يقعد في المحاكم. استاذ احمد، استاذ احمد، استاذ احمد، السلام عليكم استاذ سامح. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. اخبارك يا فندم؟ اتفضل يا فندم، اتفضل يا استاذ احمد. انا برحب بحضرتك وبرحب بضيوف المحاضره. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. معلش انا ليا تعقيب بس استاذ سامح، عشان بس في دروب كده حصل، انا مش فاهم بس الضيوف اللي حضرتك بس، هل هم الاثنين متفقين على الفكره ولا مختلفين على الفكره؟ لا يا لا يا استاذ احمد، هناك من يرى ان تحويل الوحدات السكنيه الى محلات تجاريه ما عندوش فيه مشكله اذا كان نشاط مقبول، وهناك من يرى ان هذا الامر نوع من انواع العشوائيه والكارثه. طب انا في بس رسالة عاوز اوجهها بعد حضرتك. اتفضل يا فندم. بعد اذن حضرتك، هل يرضى ربنا ان انا ابقى مثلا انا تاجر او انا صاحب محل في مول تجاري مرخص بيه ومسموح ليا وبدفع ضرايب وبدفع كهرباء وبدفع كل المطلوب مني الدوله، وفي الاخر جه واحد ما عنده شقه يرخصها تجاري ومره على الشارع ياخد حقي وياخد رزقي، والناس واقف ان هو الناس ان هو ضر جيرانه في العماره ويضر ويسيء منظر العماره ويسيء للشارع نفسه. يا بنت انت عاجبك منظر الشوارع 6 اكتوبر مش عارف تعدي الطريق تعدي عليه،
بكراسي واهاوي ومناظر مناظر يعني لا يعني صح صح يا استاذ احمد. طيب كلامك صح كلامك يا استاذ احمد. صح كلامك يا استاذ احمد. ده يرضي ربنا يعني حرام والله والله. طب يا استاذ احمد يا استاذ احمد اذا كان هناك حكم يعني صدر بهذا الامر ما تعليق حضرتك عليه؟ ده ظلم بين حتى لو في حكم ظلم بين القاضي حتى مع ذلك ايه صح يا استاذ احمد كلام حضرتك كلام حضرتك سليم 100% والله. انا مضرور ده زي ما انا مضرور انا رحت بيت واحد فتح جزار وفتح قهوتي وفتح ورشه انا قاعد انا قاعد قاعد اسكن ارتاح واجي من شغل ارتاح واجي اتخانق مع الناس اللي تحت مني فاتحين قهاوي وفاتحين سوبر ماركت وفاتح يا باشا في مول كل وحده سكنيه او كل تجمع سكني يبقى في مول وفي مدرسه وفي جامع تمام يبقى احنا هنا مدينه جديده يا باشا كلام حضرتك سليم 100% في حاجه ثانيه حابب تضيفها يا استاذ احمد؟ كلام حضرتك سليم 100% شكرا 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 اسمح لي ارد اتفضل اسمح لي اعلق انا طيب قبل ما ترد خلينا ناخد فاصل قصير جدا اعزائي المشاهدين نرجع لحضراتكم مره اخرى فانتظرونا ورجعنا لكم ثاني اعزائي المشاهدين من الفاصل وما زلنا مع الوحدات السكنيه التي يتم تحويلها الى محلات تجاريه ازمه كبيره جدا في المجتمع ويعني هذه الازمه قد يعني تكون واضحه جدا او ظاهره في المدن الجديده. في سؤال حضراتكم هل تؤيد اغلاق المحلات التجاريه الملحقه بالوحدات السكنيه؟ ده سؤال الساده المشاهدين هل تؤيد اغلاق المحلات التجاريه الملحقه بالوحدات السكنيه؟ او بمعنى اصح وادق هل تؤيد اغلاق المحلات التجارية التي كانت في الاصل وحدة سكنية؟ بلا شك موضوع هام جدا. نستكمل حوارنا مع الاستاذ ياسين. يا استاذ ياسين كان هناك اتصال من الاستاذ احمد وقال لحضرتك كيف لك ان تقبل بان يكون هناك مولات تجارية وسناتر تجارية وتقبل ان تتحول وحدات سكنية الى محلات؟ بص يا فندم انا هكلم حضرتك عن حالة قابلتني في 2008 ايام ما كانت الاجهزه بتنزل وتزيل وتعمل مخالفات وتشيلها والكلام ده كله تمام. فقابلت بعض اصحاب المولات التجاريه فسالتهم انتوا ايه رايكم؟ احنا عارفين ان انتم متضررين من ازمه زي دي وان الوحدات السكنيه اللي كان مشتريها المواطن ب 15 و 20000 جنيه بيبيعها دلوقتي ب 200 و 300000 جنيه بل بيأجرها ب 3000 و 4000 و 5000. انا متفق مع الناس دي كلها. كويس ان رد عليا رد من احد اصحاب المحلات التجاريه قال لي هنقول لك ايه افضل ما يشتغلوا في البلطجة او الاجرام او تجارة المخدرات او غيره ويطلعوا بعد كده يسرقونا او يتلونا. لا هو مش لا اسمح لي بس اوضح لك حاجة فضل. لما تقابل اصحاب الوحدات السكنية اللي هم شغال معاهم في كل وحدة تم تحويلها لمحلات تجارية 5 و6 و10 من العمالة فاتحين بيوت وكلهم فاتحين بيوت. احنا في 2008 كنا عملنا حصر للمحلات 6 اكتوبر. مخالفة القانون يا فندم ما في مخالفة قانون فين وانا عندي احكام قضاء بتؤيد ده يا فندم؟ يبقى مخالفة قانون ازاي؟ عندي احكام قضاء بتؤيد الكلام ده يبقى مخالفة قانون ازاي؟ المخالف هنا هو الجهاز واجهزة الدولة يا فندم. لا ماليش دعوة بكلام استاذ هشام هو بيغلط بقى في احكام القضاء يتحمل ما يشاء. انا ممكن بقى اقول الحكم اللي معانا ده عشان ايه الاستاذ هشام احنا محتاجين نسلمه على البوابه وهو طالع بقى. بص انا هسيب بس انا عايز اكمل بس كمل كلامك خالص كمل كلامك خالص كمل بس انا عايزك انت تكمل كلامك وتقول احكامك وتقول الكلام اللي معاك طالما انت مؤيد يا فندم. بس انت لا تقبل هذه الاحكام وتحتج عليها وتتكلم. انا لا انا لا اقبل انا لا اقبل ما يقوله الاستاذ ياسين من البدايه لان هو كده يا استاذ سامح الاستاذ ياسين بيأيد كارثه. انت فاهم يعني ايه تبقى ساكت برش المواضيع وتحتك ورشه يعني. حداد لا انت فاهم يعني ايه تبقى ساكت؟ لا انا ضد تحتك مطعم ورشه حداد مطعم أو محل داخل لاولادك او كافيتيريا او مطعم فيه انابيب تهددك بالموت. انا معاك في الكلام ده كله ما دام المحل اتاخد تجاري خلص الكلام يا فندم. طيب مش هقول تعالى نفرض تعالى نفرض فرض يا كلها لا تعالى نفرض فرض يا استاذ هشام خلينا نفرض السناتر اتعملت ليه يا استاذ ياسين؟ طب يا فندم خلينا نفرض فرض اتفضل. انت دلوقتي طب سيبنا ارد على الاستاذ احمد الاول بيقول لك انا عامل سجل تجاري وبتاع ضريبيه وبتاع كهرباء تجاري وميه تجاري مقدر في سنتر يعني ده انا معاك في كده اه تعالى دور فعلا هتلاقي الكهرباء بتتحول لتجاره تلقائي بمجرد ما تفتح المحل. ده بياخد ممارسه ثانيه واحده ده بياخد ممارسه يا فندم. ده الدوله ما تقطعش المرافق عنه ثانيه واحده. ليه الدوله ما تقطعش المرافق عنه؟ ما عملتش كده ده قطعت كل المرافق وشالت له عداد الكهرباء وشالت له عداد الميه ومع ذلك ما زال شغال. طيب هل هذه حلول؟ هل هذه حلول؟ لا باشا. انا عايز اقول لحضرتك انت دوله بتعاني نقص في الموارد. انت عندك باب لو فتحته وقننت الظاهره اللي انت فيها دي لانك انت مش قادر تغلقها. احنا بنتكلم هنغلقها وتأيد زي ما الاستاذ سامح بيتكلم هل انت مؤيد لغلقها من عدم غلقها؟ لو حضرتك بص حضرتك اجهزه الدوله بكل ما فيها عشان تغلقها لا
خد بقى معانا سنين كتيره جدا ومش هنوصل لحل. ليه حضرتك انا جنب جهاز الدوله هتغلط مش بالقانون برضك يا باشا؟ بيعمل ايه؟ بيعمل الجهاز بينزل يعمل ايه؟ ممكن اقول لحضرتك الجهاز بينزل يعمل ايه؟ بينزل يكسر الواجهه وياخد بعضه ويمشي. يكسر مين ده؟ بيروح على السنتر يلم شويه كراسي ويمشي. ده السنتر ده بيروح على السنتر يا فندم. السنتر التجاري ده اللي بيبقى بنطلع خالص. انت عمرك شفت الجهاز طلع على المحور؟ لا. انت عمرك شفته قفل قفل الاسامي اللي على المحور؟ لا. لان هي اسامي جديده. هي دي بقى اسامي جديده يطلع. يا باشا اسامي جديده من هنا يا استاذ سامح من برنامج حضرتك انا بوجه رساله لرئيس مدينه كل جهاز في منطقه جديده. اتقي الله في الناس، اتقي الله في الناس. طب توجه الناس مش عارفه تسكت. طب توجه ايه للاستاذ ياسين؟ الاستاذ ياسين يا باشا الاستاذ ياسين بيساعد على ظاهره عشوائيات مدينه. بص يا استاذ سامح، الناس بتطلع من المدن القديمه للمدن الجديده ليه؟ انت حضرتك بنبقى ساكنين مثلا في القاهره في المهندسين. توجيه رؤساء المدن. انا بقول للاستاذ ياسين اللي انت بتعمله ده بتساعد على كارثه بمصر. طيب. في كارثه بمصر. طيب. كارثه بمصر لان هو بيرضي فرد على حساب ما بقولش كارثه يعني. بص يا استاذ ياسين هقول لحضرتك على حاجه. اسمعني سيبنا انت قاطعتني وما كملتيش وجهه نظرك. انا هسالك سؤال. انا بكلمك في ناس عندها وحدات اتحولت لمحلات تجاريه بتاكل منها عيش من الاخر. بتاكل منها تمام؟ وقبل ما كانت تتحول لمحلات تجاريه كانت وحده سكنيه ما قلناش حاجه. كانت الناس دي بتاكل منين؟ نعم؟ كانت بتاكل منين؟ ما تعالى نسالهم بقى كانوا بياكلوا منين؟ يعني كان ليه شغلانه؟ خلينا يا سيدي العزيز كان ليه شغلانه؟ خلينا في الوقت الراهن. يعني قبل ما يبنيها عندك مشكله ويعملها عماره كان بياكل منين؟ ثانيه واحده عندك كان ليه شغلانه هتحلها ازاي؟ ملايين قدام. طب ما تقول لي هتحل المشكله دي ازاي؟ احلها ازاي؟ هل بغلقها؟ احلها بغلقها. اجهزه الدوله انا بقولها لك من مكاني ده ما تقدرش مش هتقدر تغلق. انت انا بتحدى اجهزه الدوله انها تقدر تغلق المحلات الوحدات السكنيه اللي اتحولت لمحلات تجاريه على مستوى مصر. ما تقدرش تغلق. يعني تتحدى يا فندم ظاهره تتحدى دوله اجهزتها باجهزتها بالظبط تقول لي ما تقدرش. المحلات ديت مش مواطنين مصريين مش مطلعين رخصه ضريبيه مش مطلعين سجل تجاري من جهاز في من مجلس الدوله. انت مش واخد تجاري على حساب 20 فرد يا استاذ. ثانيه واحده انت بتساعد فرد على حساب 20 يا فندم مش فرد. العماره اللي انت مؤلف فيها دي فيها 20 فرد. بقوا مؤلفات مؤلفه 20 فرد ايه؟ انزل على اقل مدينه فيها اكتر من 50 و 60 الف وحده اتحولت من سكن التجاري يا باشا. في ده الشوارع الداخليه في الاحياء والمجاورات اتحولت يا فندم. وانت بتقيد الكلام ده وانت بتقول على الكلام ده وانت بتقول على الكلام ده. الله ينور اهو. احنا بقى لنا 8 سنين بنطالب بتقنين الظاهره. بتقنين الظاهره عشان صاحب المحل اللي في سنتر تجاري يحس بامان. ممكن اسال عشان ما يحسش ان هو فعلا واخد حقه ان هو اشترى محل 8.5 مليون جنيه واللي اشترى شقه ب 15,000 جنيه بيبيعها ب 3/4 مليون. اقول لك على حاجه عارف جهاز المدينه رجع ليه في الجوابات اللي هو بعتها للناس قال له ادفع 300,000 400,000 عارف رجع ليه؟ لانه هو المبلغ قليل مش عاجبه عايز ياخد 700 وعايز ياخد مليون لان نزل والكلام ده اتقال لنا في قلب الجهاز من موظف الجهاز نزلوا وعملوا تقصي كده وبحث لقوا ان الوحده السكنيه اللي اتحولت وبقت كافيتيريا ولا بقت سوبر ماركت في شارع رئيسي بتتباع بمليون ومليون ونص يا استاذ ياسين بعد تحولت الى كافيتيريا. انا معاك يا فندم. ما تقلل الظاهره وتلغيلي الكلام ده كله يا فندم. المخالف يرتع في الارض فسادا بمخالفاته. انا معاك في ده متفق معاك فيه. دي رغبه. تيجي ناخد الاستاذ سيد. استاذ سيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سامح بيه استاذ ياسين استاذ هشام اهلا بيك فندم. اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اتفضل حضرتك. دلوقتي بيتكلموا عن مدينه 6 اكتوبر. اولا ما فيش ولا محل مترخص. معظم المحلات اللي في الشوارع السكنيه مش مترخصه. يعني ايه مش مترخصه؟ معظمها مش مترخصه بيه نهائي لانها تمام. لانها غير مطابقه للمواصفات وغير ادميه. تمام. ازاي بقى دلوقتي؟ تمام. يعني انا انزل دلوقتي انزل الحي اسمه الحي السادس مش هتلاقي فيه حته تمشي فيها خالص. تمام. محلات وقهاوي وناس صايعه قاعده على القهاوي عماله تعاكس الناس اللي في الشقق بتاعتها. طب يا استاذ سيد ترفض استاذ سيد ترفض هذه الظاهره ام تؤيدها؟ لا 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 ما عيدهاش طبعا يا بيه. ترفض تحويل الوحدات السكنيه الى محلات تجاريه؟ يا بيه تنغلق كل المحلات دي. طيب. اي واحد فاتح طيب. محل تقول ايه؟ تقول ايه للاستاذ ياسين وهو هنا يؤيد تحويلها الى وحدات الى محلات تجاريه؟ بشروط يا فندم. دلوقتي يا انا سيد بشروط. انا من امبابه ارجع اعيش في امبابه تاني بقى وخلاص. الله. انا من امبابه برضك اصلا من امبابه بقى زحمه. ممكن اسال الاستاذ سيد سؤال؟ طيب الاستاذ هشام حابب يسال حضرتك سؤال. اتفضل استاذ سيد. انا انت حضرتك دلوقتي يا استاذ سيد لما الوضع يتحول زي الاستاذ ياسين ما بيقول كده يبقى ايه اللي جابك من انت ايه اللي جابك من امبابه؟ ايه اللي جابك من امبابه لمدينه 6 اكتوبر يا استاذ؟ عشان الهدوء. الله ينور. عشان انت جاي مدينه جديده. عشان انا الست بتاعتي تقعد في بلكونه
بنت تطلع تقعد في بلكونه ما يعرفش مش قاعده بره واحد ما اعرفش جاي منين من الفيوم جاي من الهند مفيش طيب حضرتك ست بتاعتك تقدر تنشر غسيلها في البلكونه يا بيه لا والله دلوقتي جايبين كلنا منشر داخلي وممكن الغسيل يقعد يومين ثلاثه اسبوع شكرا 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 يا شكرا طيب يا استاذ هشام اذا كان الامر اصبح امرا واقع واصبح هناك اسر تسترزق من هذا الامر ويعني ناس محلات مفتوحه وتجاره مفتوحه واي مكان بقى كانوا بيشتغلوا فين عشان ما تقوليش قبل الوحدات السكنيه هذا الامر الواقع طبعاً. واصبح هناك في كل مدينه وكل مكان في مصر يتم تحويل الوحدات السكنيه الى محلات تجاريه كيف لك ان تقضي على هذا الظاهر هل تريد ان تحارب شعب هل لا. تريد ان تحارب فصيل ضخم جدا في المجتمع بص يا استاذ سامح انا اقول لحضرتك على حاجه المستفيد لو مليون مليون ونص المتضرر 4-5 مليون خلينا صراحة مع طب اعمل ايه في المليون ونص المليون ونص اموتهم يعني لا مش اتبعهم اشردهم من المحلات لا برضه ما طلبتش ان انا اعمل ايه تغلق طب نتيجته ايه نتيجته ايه حاول تحل طب ونتيجه الناس اللي المليون ونص ايه اتبعهم لا ما تتبعهمش امال اعمل فيهم ايه نرجع اشتغل زي ما كان شغال دي شغلته ده في ناس اتولدت في 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 المدن الجديده اللي بقالها 25 و30 و35 سنه اتولدت طلعت لقت اهاليها كده وبتكمل التجاره بتاعتها من بعدها اذا كان بتاع سيراميك اذا كان بتاع سوبر ماركت اذا كان استوديو او غيره انا واحد هتعمل فيه ايه يا استاذ ياسين هقول لحضرتك يا فندم هتعمل فيه ايه انا هقول لحضرتك على حاجه طب قبل ما تقول له خلينا ناخد تقرير نشوف راي الناس في الشارع ايه ونرجع لحضرتك مره اخرى نشوف تقرير ونرجع مره اخرى تحدي في الناس اللي بتحاول الشقق السكنيه بتاعت المحلات هو عامه المنطقه دي الكلام ده كله غلط اساسا بالنسبه احنا ديت منطقه سكنيه المفروض منطقه سكنيه ما يبقاش فيها محلات ما كان المحلات اللي بيبقى فيه مول فيه سنتر وكده مشكله المدرسه من ناحيه تعرف ناس حولوا شققهم لحاجات تجاريه يعني مدرسين زوج واسمع الراي البديل تلقى نور الحق ساطع ايه تحدي ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين وما زلنا نستكمل حوارنا حول تحويل الوحدات السكنيه الى محلات تجاريه كان الحديث قبل التقرير طبعا زي ما شفت التقرير اكيد يعني لا احد يتفق او كثير هتجد امور مختلفه في الشارع محدش هيتفق على حاجه خلينا نرجع الى المليون ونص اللي حضرتك عايز تعدمهم المليون ونص اللي حضرتك عايز تشردهم المليون ونص اللي انت عايز يعني تشيلهم من تجارتهم واكل عيشهم ورزقهم و و و و وتلقي بهم في يعني الى الهلاك بحجه تحويل الوحدات اللي ارجاع الوضع الى اصله حكم واحد بفسخ وحده سكنيه اتحولت لمحل تجاري بيطلع اكتر من 1000 وحده اتحولت لمحل تجاري لو سمعت هتعمل كده لو سمعت اتفضل دي رغبات ناس صح دي رغبات ناس اللي هم مين الناس اللي هم فتحوا المحلات اللي هو كان عنده سكني حوله لسكني حول لمحل انا واحد من الناس اتعرض عليا الموضوع ده لكن رد يا فندم على المليون ونص واحد حضرتك عايز تعرضه مليون ونص اسره عايز تشردها في 20 متضررين في شقق العماره دي المفروض ان 6 اكتوبر محدد لها قطعه طب اعمل ايه في الناس دي تعمل ايه في الناس دي ارجع فين عمارات الجهات ازاي تحتها محلات تجاريه ما هو بالمثل ده احنا ما بنرفع القضايا في مجلس الدوله بنقول له لو سمحت بالمثل عشان زي المشروع وزعي الحي عشان ده شارع بيبقى كبير مش شارع عمومي ده في شوارع داخليه واحياء داخليه وفي مجاورات يا باشا اتفتح العماره سكنيه وتحتها 3 4 محلات الجهاز بيبيعها بدل ما تسيبها وحده سكنيه قال لك طب انا استفيد انا ما اعملها انا بدل ما هتطلع شقتين هعملها 5 و6 محلات المتر انت عارف حضرتك طب ما هبيعها تجار وبيكسب بقى عارف العماره عارف العماره اللي كان ثمنها 3 4 مليون دلوقتي بكام ب 25 مليون و25 مليون على المحور طب ايه مشكلتك في ده المحور ده بس ايه اللي حاول يا فندم ايه مشكلتك كده حاول السكن التجاري انت مش عايز بس تكسب يعني يا فندم انت اشتريت شقه انا بكلمك على احياء داخليه مليون جنيه ليه يا استاذ فاضل انا اشتريت شقه بمليون جنيه بمليون جنيه عارف يعني ايه انا بشتري 140 متر عشان انا عندي هدوء عشان انا عندي هدوء وارتاح وابعاد كويس كلام جميل لا الشقه ام مليون جنيه دي في طيب خلينا بعد اذنك الاول هنا لا 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 برضه احنا برضه يعني دعنا نخرج من الطقس يا استاذ ياسين يا استاذ ياسين يا استاذ ياسين كيف لك ان تحتج على عماره سكنيه انت تعلم قبل ان يعني تقدم على شراء الوحده ان في محلات انا راجل رايح اشتري وحده واعرف ان في محلات طبقا للقانون فاشتريت طبقا لهذا الامر كيف لك ان يعني تنقل هذا الامر علي وانا بشتري عماره سكنيه او وحده سكنيه في عماره سكنيه بحته
وتيجي تقول لي لا ما في هنا عماره تحتها وحدات محلات تجاريه وهنا عماره مش تحتها وتيجي تقارن ده بده كيف مظبوط بس ما انا عندي حاجه هو ثانيه واحده مظبوط يعني كلام مظبوط لو سمحت يعني بس انت لو متضرر يا سيد العزيز لو سمحت يا استاذ هشام طب والله انت لو متضرر يا استاذ هشام كلنا متضررين من عدم تقنين الظاهره طب ما ترد عليا عدم تقنين هرد على حضرتك عدم تقنين الظاهره يا استاذ سامح اضاع على الدوله مليارات الجنيهات مش هقول لك ملايين ليه حضرتك لو فتحت باب التقنين وحصرت الظاهره وقفلتها كده وخليتها في نطاق معين واللي هيفتح محل او هيطلع هو الساكن اللي هو بيتكلم حضرتك بيقول لك كافتيريا لا خليني في سوبر ماركت انت عارف السوبر ماركت عامل ايه ما هي مخالفه بمخالفه بقى هو مش بس مخالف في الوحده ده مخالف واخد التقسيط كمان هذا امر اخر لا ما هو نفس الطرف على سؤال لا ده انت قننها يا استاذ ياسين لو طلع يا استاذ ياسين استاذ ياسين حضرتك ما عندكش رد على سؤالي طب إيه عندك رد لا عندي رد يعني انا رايح اشتري وحده سكنيه في عماره متاكد تماما ومتوقن انها تحتها محلات تجاريه انا كان ساكن طبق القانون يا فندم كساكن مضرور ان انا اشتريت وحده سكنيه واللي تحتها مضرور اه طبعا كيف لك ان تدافع عن ضرر هذا وتترك ضرر ذاك ما انا عندي ضرر اكبر يا فندم في الدوله ضرر اكبر يا فندم يا سيدي العزيز يا سيدي العزيز الضرر الاكبر اللي بيصيب المواطن البسيط العادي ان المخالف سيظل مخالف ده الضرر اللي انا شايفه المخالف سيظل مخالف سيظل مخالف الدوله مش لان كلام حضرتك الدوله ايوه يا فندم الدوله يا ريس لان كلام انا بقول لك الدوله مش هتقدر تقفلها ايوه كلام حضرتك ما هتذبح مليون ونص انت طيب. طيب. يا استاذ الشام يا فندم مش يا استاذ الشام اصل دول مواطنين في الدوله ما هيعيشوا بعد اذن حضرتك يا استاذ الشام كيف لك ان تصف عمل مليون ونص في هذا المحلات بانه كارثه كيف لك تصف فصيل من المجتمع يعمل ويكتسب رزقه حلالا بانه عمل ناتج لكارثه بس قبل ما ترد ناخد فاصل قصير اعزائي المشاهدين نرجع لحضراتكم مره اخرى فانتظروا ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين من الفاصل وقبل ما نستكمل حوارنا هنشوف التقرير يعني كان فيه خطا او عطل فني تم يعني اصلاحه نشوف التقرير مره اخرى وهنرجع لحضراتكم مره اخرى التحدي قوم ودافع عن رأيك والكل سامع قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع وابن رأيك عالدليل قل لنا بأسلوب جميل هو جات قدامي مرة واحدة بس المكان جو قفلوه وكده وقالهم ده مكان سكني وكده ما ينفعش يتعمل محل تجاري وكده بس والله لو شقق سكنيه تابعة لجهاز البنك الاسكان والتعمير يبقى المفروض ما يتحولش لان دي شقق مدعمه لكن الاهالي المفروض يقننوا الكلام ده لان في ناس فتحت مشاريع وعملت محلات واشتغلت وعملت اسم فحرام الناس دي تقفل اماكنها لان دي اهالي مش تابعة للدوله تابعة للاهالي نفسه يعني زي مثلا الحي الاول الثاني الثالث الخامس الرابع المتميز الاحياء دي كلها فيها شقق عاديه او بدروم المفروض ان هو معمول جراج قانونا جراج بس هو عمله مشروع الحكومه سابته يعمل كده هم ما ادوش ترخيص يعمل كده هم بيعملوا من غير ترخيص ماشي طيب المفروض الحكومه تقنن الكلام ده لا مش هحولها لان لو حولتها لمحل تجاري وصرفت فيها وكلفتها هيجي بعد شويه الاقي ناس جايه تكسرها لي وتكسر لي اللي انا صرفت فيه دوت فمش هضطر ان احولها يعني هصبر لما الوضع يبقى قانوني اكتر انت شفت قدامك حالات ناس حولت الشقق لمحل تجاريه واتكسرت الحي العاشر كله بيتكسر كل شويه كل شهر غالبا بيجي الحي بيكسر كل المحلات وطبعا الناس بتبقى شغاله وصارفه ومكلفه بس والله انا شايف يعني ان الموضوع ده اصلا يعني جه عشان الناس اصلا مش لاقي شغل يعني انا مثلا واحد من الناس خارج من الجيش لسه يعني المفروض اصلا انا مهندس كمبيوتر بس لحد دلوقتي لسه ما لقيتش الشغل المناسب اللي انا اشتغله فانا ممكن مثلا افتح محل مثلا احوله مثلا لسايبر مثلا او جيم مثلا اقدر اشتغل منه بحكم خبرتي في المجال اللي هو قبل كده انما انا في مجال انا مش لاقي شغل انت لازم تاخد ترخيص من الدوله عشان تعمل كده مش شقه سكنيه تحولها لمحل ماشي في ترخيص بس الحكومه تسهل لي الموضوع ده مش تصعب لي الموضوع وتجيب لي فلوس انا مش هقدر ادفعها او مش هقدر عليها يعني ممكن مثلا تسهل لي مثلا قروض من خلالها اقدر ادفع يعني ادفع التراخيص دي مشكله كبيره وهم اصلا عاملين لنا مشاكل بسبب الموضوع دوت لان انا باجر في مكان تجاري هو اصلا محل تجاري ده بينعكس عليا في الايجار والقيمه الايجاريه بتبقى غاليه لان ده مرخص تجاري بتاع الشقه بيأجرها على انها شقه بيأجرها بايجار قليل
فبالتالي بتنعكس على التكلفة، تكلفته بتبقى أقل مني بكتير، بيقدر يعمل أسعار أقل مني. التحدي قوي دافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا إيه المنافع وابن رأيك على الدليل، قل لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي، ايه تحدي. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، وزي ما شفنا التقرير اراء متفاوتة، يعني ناس متفقة وناس معارضة، ناس بتقول ان يعني محتاجين فرصة عمل فبنلجأ الى هذا الامر، وناس بتقول لا احنا نخشى مخالفة القانون. تعليق حضرتك يا استاذ هشام على اللي حضرتك شفته. بص يا باشا، الناس اللي محتاجه فرصه عمل ديت الدوله عملت حاجه اسمها سنتر تجاري. الدوله ما سابتش الامور كده عايمه. مكلف قوي. هي مش مكلف. غالي قوي. لو جينا للشقق هنلاقي نفس المقابل، ولو كان حتى لو كان مكلف. والسنتر بيبقى في مكان طب اللي بنى السنتر، اللي بنى السنتر، لا السنتر تجاري. مش بيبقى في مكان يعني حيوي يعني. اللي بالعكس اللي بنى السنتر ده بناها فين؟ لو جينا ناخد مثال 6 اكتوبر، ادي السكني وادي التجاري. هو بيروح يفتح في وشه ليه؟ ما سكني قدامك اهوت. تمام. هو بيروح يفتح يعني شايف ان اللي بيحتاج فرصه عمل يروح في السنتر التجاري. يروح في السنتر ويفتح. تمام. السناتر موجوده. لو معهوش فلوس هيعمل ايه؟ ما معهوش فلوس ازاي؟ هو ياجر محل. ان هو ياجر محل. او ياجر محل. اشتغل في محل. عنده شقه. عنده شقه يروح فاتحها. يروح مدمر عماره فيها بتاع 20 شخص. روح عشان هو يفتح سايبر، والسايبر ده الناس تتلم، يعني بيمنع كذا اسره انها تطلع تعمل في حاجه ببلكونتها. يا باشا احنا دوله. السايبر قاعد في الشارع، لو هناخد كمثال مثلا سايبر مش قاعد في الشارع. بعيدا عن جوه يعني. طب هي في ناس عندنا في مصر، في ناس عندنا موجودين الكافيتريات يا فندم. يعني دخل الدوله فلوس، دخل الدوله فلوس وحسن الخدمه للمواطن المضرور من المخالفه دي، لكن ما تفضلش المخالفه منتشره وموجوده ما لهاش حسيب ولا رقيب. بص التقرير اللي اتكلم فيه الاخ بيقول لك في الحي العاشر ونزل وكسر، بينزلوا يكسروا، بعد ما يكسروا ايه اللي بيحصل؟ بيرجع بمجرد نص ساعه بترجع يرجع لك كل حاجه زي ما وبعدين اللي حصل بيرجع. انت كدوله استفدت ايه؟ ده انت كلفت نفسك اموال طائله عشان تنزل بحمله تروح تشتري. يا استاذ ياسين وبعد كده استاذ ياسين مكان الوضع وحش يا استاذ ياسين. يعني خلينا نفكر. بعد اذنك يا استاذ هشام، يعني انت يا استاذ ياسين فضل. يعني انت جاي هنا حضرتك تدعم الفوضى؟ حضرتك جاي هنا حضرتك هنا تدعم الانفلات؟ ما يا فندم انت بتقول ما حدش هيقدر يعملها. عندي احكام قضائيه. تدعم الانفلات؟ تدعم الفوضى؟ ثلاث ارباع المحامين عندهم قضايا من النوعيه دي، تحويل من سكن التجاري في مكاتبها، وقريبا ستحكم. يا فندم انت تصدر للمشاهد، انت تصدر للمشاهد ضعف وان الاجهزه الدوله اللي ما عندهاش ايجابيه، ما عندهاش افكار خلاقه. تعالى حل لي المشكله. احنا في 2010 طالبنا رحيل رئيس الجهاز، هو دلوقتي نائب من نواب وزير الاسكان، ملوش داعي ذكر اسمه، ولكن هو ممكن يكون بيسمعنا دلوقتي. الوحدات اللي انت نزلت ودمرتها وشلتها والكلام ده كله، تعال بص عليها تلاقي فاتحه، بل كبرت المحل، بل صرف عليه اكثر، وحاول يهندمه ويخليه شكله جميل عشان يحاول يحسن المنظر. طب المحل ده، طب يا استاذ ياسين انت راجل قانون، طب وبعدين يا استاذ ياسين وسايبه ما بتاخدش منه حاجه. يا استاذ ياسين انت راجل قانون وهو بيكسب. انت راجل قانون صح مظبوط. هو شايف ان تحويل الوحده السكنيه لمحل تجاري، من انا سيبك بقى من العواطف ودغدغه المشاعر واللعب على وتر العواطف، شايف هل طيب هل ترى ان هذا الامر قانوني ولا مخالف للقانون؟ ده قانوني جدا. قانوني؟ انا مش في احكام قضاء بتأيده يا جدعان. يا فندم انت بتضحك ليه يا استاذ هشام؟ انا استاذ في الفاصل قلت انا عندي وحده سكنيه عايز احولها. انت مش في الفاصل قلت لي انا عندي وحده سكنيه عايز احولها لتجاره، ولا كنت بتهزر؟ يعني انت بتهزر يعني؟ لا بتنقل ما يدور في الفاصل بتنقله على. لا والله انا بهزر. لا بتهزر يا استاذ ياسين. لا انا افتكرتك انت بتهزر الموضوع. انا اتعرض عليا احنا لسنا في مجال شخصنه الحوار، اتفضل رد عليه. هو قال لك انا لا ده قانوني ومش مخالف ولا حاجه. رد عليه يا فندم. يا سلام. بص يا استاذ سامح، المدينة الجديدة بيبقى معمول لها نسبة مباني، ونسبة المباني دي ليها نسبة ادوار. على سبيل المثال احنا بقالنا ساعة بنتكلم في مدينة 6 اكتوبر اللي هي كل الاحياء فيها ارض وثلاث ادوار. تخيل الشقة في مدينة 6 اكتوبر في الاحياء اللي هو بيتكلم فيها دي، حي زي الحي الاول 125 متر، تخيل بكام؟
ب 400,000 500,000 مفيش الكلام ده. 600,000 جنيه عشان اخد شقه ب 600,000 جنيه عشان ارتاح ويجي تحتها يتفتح محل الحي الاول قصاده جامعه 6. طب ايه مشكلتك؟ رفع اسعار ايه مشكلتك يعني. طب انا الحي التاني ببلاش يا فندم لو سمحت. انتوا ليه يا استاذ هشام؟ ما انت كل منطقه في حته وانت ليه هتلاقي ليها سعر مختلف طبقا للعرض والسعر. 400,000 لا لو سمحت يا فندم انت يعني تخرج بالحوار عن الاطار المحدد دي. يعني هل 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 الخروج من باب الهروب من الواجهه؟ لا لا يا فندم برضه الاستاذ ياسين. الاستاذ هشام عنده 5 مليون مواطن فاتحين وحداتهم السكنيه محلات تجاريه عايز يموتهم. لا قول لي هتعمل فيهم ايه؟ انا مش عايز اموت. ما تحل ما تفنن الظاهره يا استاذ. 5 مليون ما تحلها يا باشا. اسمعني مش انت قلت 5 مليون؟ ال 5 مليون دول رغبات واعملوها. لو احنا هنمشي على رغبات الناس يا باشا يبقى مفيش داعي للدستور. ده الحق هتعمل فيها ايه طيب؟ ده الدستور كانت ارقص منك يا رجل. ده الدستور احنا مواطن مليون يا استاذ سامح. هو بيتكلم على 5 مليون في متضرر 30 40 مليون مش فيه في العماره دي ناس ساكنه يا فندم. المحكمه كانت ارقص منك يا باشا. مش فيه في العماره دي ناس ساكنه. اما يجي لي حداد تحت العماره ويقعد طول النهار يعمل لي بحديد مخالف مخالف. اه مخالف. طب انا الناس اللي فوق دي تعمل ايه؟ ده حتى بص يا باشا ده الاجهزه الكهربائيه بتبوظ. ما الاجهزه بتبوظ وتنزل هو ملوش دعوه. هو ما عندوش بتبوظ من ايه؟ لو انا حددت تحت العماره بقول لك يا باشا يا سيدي ما فيش حد. بقول لك يا باشا انا ليا صديق في المحله ما فيش حد دين تحت بيته. مش حداد محليات هناك بقى وفساد محليات ما لهاش محليات. خلينا في المدن الجديده مهدي. اللي انت حاضر دي معموله برضه. هو ان انا رايح المدن الجديده فعلا من حق انعم بالهدوء والسكينه في ظل العشوائيه اللي احنا ماسكين فيها. وانت لما تفتح طيب. انت بص ثاني يا فندم كان الظاهره. خلينا ايجابيين. استاذ محمود. استاذ محمود الو. ايوه يا فندم اتفضل. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير يا فندم اتفضل. لو سمحت كنت عايز بس اسال الاستاذ هشام اتفضل. هو حضرتك تسويق او استثمار عقاري؟ اه مظبوط. فحضرتك معترض على تحويل المحلات عشان دي بتوقف شغلك مثلا كاستثمار عقاري؟ لا بالعكس. معلش اسمح لي. دي حاجه. تاني حاجه حضرتك بتقول الناس معترضه. الناس لو معترضه على المحلات مش هتتعامل معاها، مش هتشتري منها، المحلات هتقفل. تمام. الناس موافقه عشان المحلات دي قريبه منها. تمام. الناس صعبه عليها تنزل تروح لحد مول على بعد كيلو ولا 2 كيلو فعايزه الحاجه اللي في منطقتها. كلام بيبقى سهل عليه. الناس لو معترضه مش هتتعامل مع المحلات، مش هتشتري منها، المحلات هتتقفل. كلام موضوع بسيط جدا حضرتك. كلام جميل. تمام. شكرا شكرا يا استاذ محمود. اجي ارد. ارد يا فندم. طب الاستاذ محمود بيقول ايه؟ الناس لو هي مش عايزه مش تروح تشتري صح ولا لا؟ بص يا استاذ سامح الوضع كالاتي. انا كراجل صاحب عماره، العماره بتاعتي ديت وقعت موقعها في مكان كويس. انا بفتح محل برخص عن السنتر اللي قدامي 1000 جنيه او 2000 جنيه برخص عنه. انت عاده في مصر انت قدامك حاجه ب 10 وقدامك حاجه قبلها ب 8 هتاخد انهي؟ لا هو قال لك الناس اللي بتشتري من المحلات مش اللي بتشتري المحلات. اللي بيشتري محلات يعني انا بفتح محل في مكان مخالف وانت حضرتك بتقول الناس معترضه. الراجل بيكسب وبيبيع وعنده زحمه وعنده مبيعات وعنده كل حاجه. هتلغيها وما تلغيش. هو بيقول هو بيقول الموضوع ده بيأثر عليا انا انا كراجل عقارات هيأثر عليا ليه؟ لا هو مش شخص. لا 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 بعيد عن اذا كان هو محل مفتوح انا باجره هنا وباجره هنا مش هتفرق معايا. او انا ببيعه هنا وببيعه هنا برضه مش هتفرق معايا. انا واحد من الناس. لا رد يا فندم على ان الناس بترتدي المحلات دي وتتعامل معاها كل يوم وتشتري. هو انت هو انت معترض في السوبر ماركت او محل استاذ ياسين الاستوديو او محل الحلاقه او غيره؟ انت معتقد ان ال 80 مليون ملائكه؟ ال 80 مليون لازم يكون فيهم فسده يعني اتهمت المليون ونص منهم فسده واتهمت واحد انت يعني مين اللي كويس بقى في المجتمع؟ لا 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 يعني الحكم باطل والناس فسده والمحليات. لا لا يا باشا معروف ان البلد فيها فساد، جهاز المدينه فيه فساد والمحليات فيها فساد. كلام على مسؤوليتي انا. طيب ناخد الاستاذ حسني. استاذ حسني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك يا استاذ سامي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. والله ممكن اسال الاستاذ هشام سؤال بعد اذن حضرتك؟ اتفضل اتفضل. والله يا استاذ هشام انا حضرتك انا ورثت قهوه من مرحوم ابويا. يعني حضرتك انا على كلام حضرتك يعني اقفلها عشان انت حضرتك في اول دور مثلا انت هتيك القهوه بتاعتي مثلا ابيعها عشان خاطر حضرتك تعرف تنام كويس. تمام تمام. طيب في حاجه ثانيه يا استاذ حسني؟ شكرا. هو ده اللي بنتكلم عليه. واحد ورث محله ونشاطه عن والده. طب انت عارف هو ورث ايه؟ ما هو بيقول لك ورث قهوه. طيب أهوة. ماشي عارف يعني ايه ورث قهوه؟ بيتعايش منها. ثانيه واحده مش قصدي يعني يشتغل بص يدير القهوه انت مؤيد. ولا يتاجر في مخدرات ويبلطج على الناس يعني ويقطع طرق يعني حضرتك ولا هذا ولا ذاك. حضرتك مؤيد ان انت تسكت. ساعده بدل ما يعملها قهوه يعملها سوبر ماركت. وانا بقول لك قدام اهو
وهو هيوافق، بس كان له ما تجيش تحاربه. انت كسوبر ماركت بتحاربه، كقهوه هتحاربه، كاستوديو تصوير هتحاربه، كمحل ملابس هتحاربه. طب وبعدين عملت ايه؟ ما هم مواطنين في الدوله، واخدين رخصه تجاريه من الدوله، واخدين بطاقه ضريبيه من الدوله، واخدين كهرباء بيدفعوها تجاري من الدوله، واخدين ميه تجاري من الدوله. طب ما تقنن الظاهره وترفع الخدمات والمرافق دي على شويه عشان تساويه ده فساد باللي في التزام في المحل التجاري اللي في سناتر. والسناتر اللي اتعملت اتعملت ليه؟ ماشي، ما السناتر اتعملت يا فندم. انت عندك ظاهره غلقها اصبح صعب ومستحيل. طب ما تخلينا نقننها ونخلي الدوله تستفيد وتدخل لها مليارات. بص استاذ ياسين، ماشي، وهتخلي المواطن الدوله تحسن له الدخل بتاعه وتدي له فرصه ان هو. اسالك سؤال، بدل ما الحدائق والبنزهات اللي عملوها الدوله عشان ما فيش موارد تصلحها، وعمالين بيصلحوا في شويه طرق وشويه رصيفه وشويه حاجات، كل ما كل سنه يجي ما فيش الا الرصيف ده وما فيش الا الشارع ده هو اللي شغالين عليه. سامح، اسال سؤال بعد اذنك. انت توافق انك تسكن وتحتك قهوه يا سيدي؟ ما انا بقول لك ما وافقش. انت ما توافقش ولا قوه الا بالله. انت توافق يا استاذ سامح انك ما حدش يوافق لا قهوه ولا محل تجاري يعني ولا عداد ولا يعني انت كده، انت كده كبني ادم حرمت من كل اللي انت حرمت من كل حاجه. المدام عندك حرمت انها تطلع تقعد في البلكونه، تطلع تعمل اي حاجه، انت حرمت من بيتك. يبقى انا مش انت شخص، اللي فوق كذلك واللي فوق كذلك واللي فوق كذلك. انت تشبه اربع ادوار اتحرموا عشان انت شخص. يا فندم انت تشبه. طب انت ايه رايك ان القانون 119/2008 قال لك خد موافقه اتحاد الشغلي؟ عارف رئيس الجهاز لما سالته السؤال ده قلت له دلوقتي الناس هترجع عليك عشان انت اللي وافقت على الترخيص. قال لي لا، الناس ترجع على اتحاد الشغلين، هم مين؟ سكان العقار، هم اللي وافقوا على تحويل النشاط من سكن لتجاري. يا باشا سكان، ومع ذلك وقفوا في هذه الترخيص واحنا بنحتاج فيها قصاد الدوله دلوقتي في القضاء. انه يكون تحت بيته وهناخد احكام زي ما طلعت احكام بالمثل. طيب هناخد، طيب يعني، طب وبعدين؟ طب خلينا مش هندفع ولا جنيه، بل هناخد من الدوله فلوس. يا استاذ هشام، وبعدين والله هشام في الاول الشهر 20,000 حولت لمليون. يا استاذ هشام اتفضل، فليكن اخر حديثك، تحب تقول ايه في نهايه اللقاء؟ احب اقول ان كده لو هي لو اي مدينه جديده لو اتكلم فيها الفكره زي الاستاذ ياسين ما بيتكلم يبقى عليه العوض في البلد. واوجه رساله من خلال برنامج حضرتك لكل رئيس مدينه جديده، اتقي الله في الناس. اتقي الله في الناس، اتقي الله في الناس، لكل مسؤول، لكل مسؤول. وحضرتك اتقي الله في الناس وانا اتقي الله في الناس.